على قلبك إذا قيمناها أمام التاريخ الكوميدي في مصر، هل هي قيمة؟ هو من ناحية إنه برنامج ترفيهي بيقدم حاجة لمجرد الضحك فقط، ضحك للضحك فقط، فهو برنامج كنا محتاجينه ولا زال لحد النهاردة محتاجينه ومحتاجين أمثاله، بدليل إنه رغم إنه المواد اللي بتزاع لحد النهاردة دي معمولة من 25 سنة فاتوا، لكن بتتعاد مرات ومرات ومرات، ولحد النهاردة الإذاعة مش عارفة تعمل برنامج تاني زيه. أنت تعتبر ساعة لقلبك معرض للكوميديا؟ صوت مين ده؟ ده صوت سيف، صديقي العزيز، صديقك العزيز عمان. الإذاعة لغاية النهاردة مش قادرة تعمل فكاهة أخرى؟ واضح، وإلا كانوا بدل إعادة مواد برنامج ساعة لقلبك اللي معمولة من 25 سنة كان عمله جديد. كان عمله جديد، تمام. إيه السبب؟ إيه سبب إن الفكاهة شحيحة؟ يعني أنا فعلا عمال برضو يعني ألاقي لها سبب ألاقي لها مخرج. إزاي إحنا تجمعنا؟ إزاي إحنا ما تخليك تعال تعال يا سيف، تعال تعال يا حبيب، تعال تعال. انت زعلان ليه؟ تعال انا ليه؟ انت زعلان؟ ده مؤاخذه يا استاذ مفيد. ده سيف؟ ده سيف، ده الحفيد بقى ده. ايه بالنسبه لك الحفيد يا استاذ مدبولي؟ يا ده الدنيا بحالها. وبعيت ليه؟ هم اصلا عشان والدته واقفه. دي مشكله. هو جعان ولا حاجه؟ يمكن. على كل حال احنا على كل حال نأجل الحديث معاه لفترة تانية يكون فيها هو. لا ملوش مزاج، ملوش مزاج. طيب حاضر ننزله. طيب